طبعاً شاهدنا اليوم ثلة من رواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون ويا كليات التقنيات العليا. وفرنا دعم مالي لتأسيس شركات في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. حابة أشكر أتسيتي وتذياري على المنحة اللي أعطاني إياها عشان أطور الخدمات اللي عندي وأطور منصة الخدمات الرقمية. هذه المنحة إن شاء الله بتساعدني في أني أطور الخدمات وأطور المنصة للسايبر هيرو. نحن سعيدين بتواجدنا مع نخبة من المشاريع الناشئة اللي بدأت وانطلقت من كليات التقنية. سعيدين باليوم هذا اللي حصلنا منه الجرانت من ICT Fund واللي بيعطينا الدافع أن نكمل في مسيرتنا في ريادة الأعمال، وإن شاء الله بتكون خطوة موفقة لنا جميعا. طبعا في الختام احنا نشكر إدارة الكليات على توفير الدعم من ناحية التوجيه والإرشاد لهؤلاء الطلاب أو رواد الأعمال، وكذلك نشكر فريق العمل لدى الصندوق على توفير الدعم اللازم لهؤلاء الشباب.